وسهلا. السلام عليكم والصحة عليكم. ورح أحكي اليوم عن العسل، إنه قديش فيه شفاء. رح فرجيكم صور. وقال من 500 سنة بودا الحكيم، بودا، وقال رح تنزل بكتاب يلي هو منزل من الأكاشيك ريكوردز واسمه محمد، وكل الأسماء له. هالكتب كلها موجودة على موقع بيت الله أو مريم نور. بعتولي بريد بقلكم. ولحني معمول بتارو، تارو حلو كتير. أنا أجل عندي واحد قال لي بحب ألعب بالقمار وهيك بالورق، شو بدي أعمل؟ قلت له العب بس بأوير، كن عندك شو بتعرف. قمت لعبت قدامه تارو، طلع هيك قال لي هيدا كتاب. قلت له إيه، وها، قلت له مثل ورق اللعب، يلا أنت نص وأنا نص، تعال نلعب ورق اللعب مثل الباصرة مثل القمار كله هيك. القمار مؤامرة، مغامرة، مخاطرة. بعدين صارت تجي مرته لعندي بتقول لي شو بعمل؟ غيروا الأكل، اعملوا هيك. بقول له ها، خذ شو بدك، وبعدين بنفتح الكتاب على أي رقم وبنحكي. لأنه القصة بتقص ألف حكاية وحكاية، بيحفظوها الصغار والكبار. هيك بتسكر بقلبنا. انا بس حدا بلش يحكي إيه بعرف هالقصة، بعرف هالقصة، بعرف هالقصة، بعرف هالقصة. هيك بنقعد عشية نحن بالبيت وبنحكي قصص وحكايات. يا الله يا الله. هلا اجت على فكرة وحدة، قال في واحد ربح 200 مليون دولار باليانصيب. يا عمي رجل فقير وهيك وبينا كبير بالعمر، شو بنعمل؟ بنجيب طبيب يحكي؟ اجي حكي متعال دخيلك يعني. قال له ما عليكم ما عليكم، انا بقول له ولا شو. جارنا اهلا وسهلا فيك، انت بتعرف انا هيدا الطبيب وهون وهيك يعني كيفك كيف الصحه؟ وقال له والله بتعرف هالايام يعني ما بعرف اي ساعه هيك قلبي بحس رح موت ومدش رح يصلي. قال له ليك يعني فكر تنقول ضلك فرح وانبسط، قول مثلا انبسطت بشغله، تنفترض ربحت ورقه يا نصيب، فكر فيها بركي بتربح. طيب لهيك بدي اسالك هلا، لو ربحت ورقه يا نصيب وقالوا لك فيها 10 ليرات، قال له 10 ليرات ما ابني ما 10. قال له لك طيب الاخلاق، هلا ما هالناس اللي عم تربح بالملايين، تنقول ربحت ورقه يا نصيب فيها 200 مليون دولار. قال له لك انا بقول لك اكيد والله العظيم وحياه المسيح وحياه الله، اذا ربحت 200 مليون دولار نص لك. شو صار؟ مات الدكتور. ما أوقات الفرح القوي أو الحزن القوي هيدي صدمة انتبهولا. مشان هيك القصص حلوة كتير محطوطة بكل كتب وفيها نكتة وقصة وهيك وهيك. ولحية ما صدقت لما بعتولي إياها، سألتهم إنه هيدا تصوير ولا شي فوتوشوب، قال لا حقيقة. العثور على غار، كلمة غار أنا مثل كن سألت، قالوا لي غار يعني مغارة، غار حراء وغار الثور. العثور على غار في أحد جبال حضرموت، إذا بتروحوا على اليمن بتقولوا الله 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 بس تشوفوا الحضرموت. جبال حضرموت يفيض بأنهار من عسل مصفى من معجزات الله سبحانه وتعالى. العثور على غار في أحد جبال حضرموت في اليمن يفيض بأنهار من عسل مصفى، تم اكتشافه في أحد الكهوف في وادي دوعن. واو عين دعاء. قال الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي في الجبال بيوتا. صدق الله العظيم. هيدي حقيقة باليمن. هلأ اللي بيجيب عسل من اليمن، بس هلأ ما بقى لي ثقة حتى من اليمن، من وين ما كان هيدا العسل من اليمن. لا، أنا دقت عسل اليمن وما هيدا بيقولوا لي من اليمن، شفت الفرق. كيف فيكم تعرفوا الميزان يلي بجسمك؟ كل واحد عنده ميزان بجسمه. وين نقطة الضعف فيي؟ فتش على نقطة الضعف فيك. بس اكل بقول لهم هي كان فيها يا هي يا هي، يقصف عمرك قصف كيف عرفتي؟ عندي بعرف وين في نقطة الضعف بتطرقني. قالت لي هاي الشوكولا معمولة بتمر، جبت الكيلو بمية دولار لأنه معمولة بتمر. أنا صرت حشيت أكثر من غيري. رحت لعندها قلت لها لا،
قالت لي ليكي انت بس رحتي قلنا غلط ولو اعطينيها مش تبع التمر، هيدي منها تقدمه لانك دفعتي حق هيديك. لا لا سامحينا خديها. صدعت قلت يلا، ما انا هيك بكون دفعت حق اثنين. جيت بالبيت عميتهم، ايه طيبه اكلت منها لطشتني. قلت لها ما بقى وثق مطرح ما عم تعمليها كلكم كذابين، يعني ما بقى صدق باي تجاره. انتبهوا، يلي حكمنا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ما حك جلدك غير ضفرك. انت الام هي تطبخ، انت تكوني ست البيت. بامريكا بيسالوها شو بتشتغلي؟ A working mother. يا الله، كلنا بتخلي بتعدي ست سبع سنين بالبيت. باوروبا كمان بيساندوها انه هيدا ولد بكندا، هيدا مش ابنك، هيدا ابن كندا، ابن الحياة. فإذا اليوم ما بقى في لا ام ولا بي، العسل فيه شفاء. هالعسل وقت اللي بدك تشفي، بدك تشفي مرض يكون انثى، و99% من امراضنا انثى. هلا عندي جرح انا هون، شاني بيبي ماما، عود جيبي هالعسل. بابا عاملون عندهم، انا بيي كان هو عنده منحله، بتحطي العسل هون ببلش تحرقني. بحطي العسل فوق العسل. الماما عامله عجينه، ماما بتعملها مش بنجيبها للفرن، ومتعرفي منين الطحين وهيك. بتحطي وبتحطي فوقها ملفوفه، بتعرفوا الملفوف طبقه فوق طبقه طبقه فوق طبقه مثل البصل، الملفوف اقوى ما له ريحه. بتحطي الملفوفه وبتربطيها. ماما خلي اجرك ممدوده. هل الوجع اللي عم بيجي من العظام، بتشوفوا في ناس اوقات تشك تشك ولك حشطرتوا بهالعظام، ما بقى فيها الميوكس بالعظمه وهيك، راحي اتركوها. اليوم التاكسي اللي جابني لقيت في عنده بايديه بهاق سورياسيس. من زمان اجى لعندي شاب رجال، قال لي عم خبرك سر قبل ما مرتي تعرف. مرتي بامريكا هلا رايح لعندها، من عدا وجهه وايديه كل جسمه بضل لبسك ما مخبر ولاده، نقط بيض 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 وين ما كان. سمعتك عم تحكي على التلفزيون وانا فلاح، بطلت رش هيك ولا شيء، وصرت اكل خبز اعمله بالخميره الطبيعيه وكله. راح هلا راي عند مرتي لابس شورت كين، راح فرجيها. ومرته بامريكا وولاده بدها تتعجب. قلت لها جايب لك مفاجاه كبيره. راح لهونيك خبر ولاده انه كان معه هيك مرض، غير الاكل وراح المرض. ابنه صار عمره 19 سنه، قال له لصاحب الشغل بدي روح اتعلم ميكروبيوتيك واشتغل وافتح مركز صدقه مثل ما بيي صحه تصح الناس. قال له انتم بلبنان في ناس بتفكر هيك؟ قال له ايه، انا وبيي وامي وخيي هيك بنشتغل. شافوا صادق هالصبي شو عم بيعمل؟ اعطاه بعدين 100,000 دولار، قال له انا بشتغل معك. سكر المحل هيديك وقعدوا يشتغلوا، وصارت تجي هالناس. وامه يعني من صيدا منصور، نحن بلاد الشام واليمن كلنا عنا الطبخ بالنفس، لا عنا كتاب طبخ ولا شيء. ايدها خضرة يا اختي، عندها نفس هي طبخاتها. تعرف حط شويه ملح، حطي من هالكمون، حط هيك بنطبخ، ما عنا كتاب. وبعدين البايلا نحن مسميها بقايا، شو بقي اكل اليوم؟ يلا حطينه حطينه الطشط، مديهم الصينية خذي. كانوا يسموها كاسرول مريم، الأكلة اللي بقبل بيوم الكاسرول ضيفوني إياها بأمريكا، هيدي فري هدية هيك صدقة. شو عم هي بقايا الأكل تبع امبارح كلكم ما أكلتوهم حطيتهم. وكان عندنا كلبين ثلاثة برا ما بفوتوا على البيت، وعندنا بسينات يقولوا لي ما رح ينوه هالكلاب والبسينات، ما زالك عم تطعميهم هيك، لازم تطعميهم لحمة وتحطي لهم عظام وتطعميهم هيك.
ضلت البسين تنوي وضل الكلب يعوي. ما الكلب يحط عظمي بتمه بتصير تطلع له دم من تمه، هو بيفتكر انه هي الدم بالعظمه، ولما انه بالعظمه. فاذا ما تذبحوا الا عند الضروره، حيث لا ماء ولا نار ولا كلا ولا شيء. نحن الخوري بالضيعه عنا كان يقول مين بده لحمه؟ ابو انطون تا يذبح؟ امي. ما لا ما بكفي، كل الضيعه خروف او معزيه، ما عندنا بقره للذبح. كان احد يجي يروحوا لعند ابو انطون، ورقه توت، شويه لحمه هالقد لامي، وبرغل هالقد ويدقوا بالجرن، جرن حجر. وكانوا كل رجالنا وبياتنا وكلنا يطلعوا قبل الشمس. ليه جوزك ما اجى على الشغل اليوم؟ كبسته الشمس. الله يشفي. تاني يوم لا ما اجى، الله يرحمه، هاي بده يموت. وقت بيقوم عم طلوع الفجر وبيروح بينكش وبيزرع، بعدين بيجي بيتروى فول او حمص. ما كانوا يخلطون فول بليله او حمص. اليوم بتروح على مطعم 120 صنف اكل، بس كله يعني ب $100 ماشي. يا اختي هال عم بتحطيهم، مين اللي عم بيطبخ؟ شو عم تاكلي؟ لا طعام على طعام. الولد بس تكون امه عامله بامي ورز، حطت رز، ايش حطت بامي فوق الرز؟ بياكل الرزات وبعدين البامية. إذا الأم عم بترضع ولدها بيمرق بيو هيكي بفلي دلمس الحلمة بسيني. شو بدك فيه؟ هلأ كوني معي أنا، شو بدك فيه؟ عايشين اللحظة كاملة، لازم نتعلم إن لم تعودوا كالأطفال. فإذا اليوم وين ما رحت ما تصدق انه في اكل اورجانيك وطبيعي، لانه في اشطف زوف من غيرهم. يعني انا بجيب من الكوارة، بس كون ها انتوا طلعوا لعنده كفر قطره. كل واحد منا عندك شقفه ارض، هيك ارض صغيره قدها استوديو يعني، طلع شوفوا شو بيزرع. بيت من عنكبوت كثير على اللي بيموت، اضعف المخلوقات العنكبوته، بعدين بتاكل حالها، خيمت على أول مخلوقات. احترامنا يكون لهالحشرات، للطبيعة، لهي كلهم، ونعرف لقيمات يقمن به صلبه القليل من الأكل. أنا لا بحش، خبرتكم وقت ميتشو قال لي بدك تيجي تعيشي معي، قالوا له كيف اخترتها؟ كنا شي كذا مليون ومدري شو، خفوا خفوا خفوا، وبعدين 20,000، بعدين اللي أنت شايفني كيف عم باكل. قال عندها شهوة قوية للحياة، وما احترمت شو قال لي ابدا ابدا، ما بدي انه نحترم رأي الناس والمجتمع. بعدين اجاني كثير اشارات منه ومن غيره وهيك، وهلا بعرف كلهم بيقولوا ميتشو كوشي هو ليفينج كرايست كونشسنس. وبقول لي اذا جيت على امريكا ما بدنا، اوباما بزحطنا، بننزل على كوستاريكا، عنده هالكشف الالهي، عنده هيك، وبيقول دمار شامل رح يكون قريبا، ولكن رح يبلش بامريكا لان هي اللي زرعت الفتنه. انتبهوا، وقت اجى كولومبوس شو عمل؟ ورح فرجيكم هالصوره، شيء بحزن شو رح يصير، ولكن فينا نلطف الاجواء. نعم، بأمريكا، وأنا بس تقولوا مونتانا وتقولوا أمريكا وهيك، وإذا سامعين بجون دنفر يا حبيبي ما كان عنده أولاد، وأنا طبخت له وصار عنده 3 أولاد، وكانوا عم بيعملوا كوكب هيك مثل الكرة الأرضية. قلت له ما زال فيها الكوكب، لشو وقت عملوا كوكب؟ ليلة ب$100,000 حجز لإلي ليلة معهم، قال لي أنت أمي ومرتي وولادي وأنت وأنا بنطلع. جون دنفر كان صوته حلو كتير ويغني، بس كان كتير تعيس، من بعد ما يغني هيك يقعد يبكي. قلت له انت اللي عم تعطي فرح للناس، لازم تشوفوا فيك.
بلش يقرا مكروبيتيك، بلش يقرا انه الفرح منه برا لحوه جوا، صار صوته غير شكله كله. هلا رح تكون هالانفجار القوي فولكينو بركان، هالبركان اللي بده يطلع عم بيطلع براكين صغيره هلا هيك وهيك وهزيت وزلازل وكله، بدها تصير عم بتصير بلبنان، الناس بحسوا فيها بصيدا هي بالاشرفيه، ما حسيتي فيها من امبارح؟ لان ما حسيت. فينا نلطف الاجواء؟ نعم كلنا فينا نلطف. ما مره كنا ببنايه كثير عاليه بنيويورك وانا اول ناس بهرب، اول ناس بحكي مع ميتشو بس اعمل حضره اتركوا هالكرسي لمريم على البيت، لان ما بدي اعرف، بدي بخاف وشفت اشياء كثيره واشارات، لتكن مشيئتك الان والزمان والمكان خلص. كنا ببنايه ما بعرف قديش كبيره، كلنا هربنا وصاحب البيت بعدين نزلنا، الشيخ ما اجا المرشد، وهيدا افاتار يعني معروف، طلع صاحب البيت بس شافه ما قدر يقرب له، فتح عيني المرشد، حوالي المرشد اسمه كيليان فوتوغرافي، في هاله من نور. انا هيك صير معي مع ميتشو ما قدر اقرب له، الحقوق وقع هو يجي يقول له خذي له كبايه المي، يشطح ميتشو يبلش يحكي من غير ما طرح، مريم طلعي اعطيه الكبايه وافي على الحال، يجي هو ياخذها. المرشد قال له تعال، جاب الهاله تبعه ضبه، قال له ليش انت ما هربت؟ نحن كلنا هربنا وهلا خفت عليه. قال له انتوا هربتوا مطرح اللي فيه هزه، انا هربت مطرح اللي ما فيه هزه. جو ان كلمتين جي كريشنا مورتي، اذا في حدا مستنير هو جي كريشنا مورتي. كان عمره 5 سنين، طب شنطته قالت له امه هنود بيعرفوا بهالعلم، وقف برا، وقفت السيارة مدام بلافاتسكي، قالت لهم في معلم رح يكون هو معلم العالم صغير، رح روح جيبه لهم. حكى مع بعضهم، عنده خيو قالت له بيموت عمره 11 سنة، قال لا عارف بس بدي أخده معي، نيتيانا عندها اسمه، أخذ خيو معه، ما التفت لأن أمه عم تبكي ومشي طلع معه، راح على أمريكا كلهم عرفوا، بدو بسكليت أغلى بسكليتات العالم، بدو لعبة أحلى شيء، أحلى شيء بعدين أجمل البنات مثل بودا، أجمل شيء أحلى شيء كله كله كله. جت اللطشة القوية كتير، ما قدر يحكي، ما قدر يقولها، ما في كلام، مثل لاوتسو ما في كلام، يضل يقول go in، المفتاح meditation تأمل go in. الحبيب محمد تأمل ساعة خير من عبادة 70 عام، كل عمل تأمل، كل عمل عبادة. بس محمد شرح العلم، كريشنامورتي ما قدر، صار يقرأ أغاتا كريستي وهودي، ما يقدر يحكي مع الناس. عنده مثل خيل نعيمة، أوشو أوشاوا وميتشوكوشي بيقولوا إذا في كتاب بدنا ناخده معنا للدنيا وللآخرة كتاب مرداد، وكان ممنوع يفوت على لبنان قالوا لي، لأنه ما بدهم رجال الدين يفوت هالكتاب، بحيث بيقول أنا نحن واحد، لا استكبار هنا. بس في كلمات ما حدا قدر فهمهم فات الكتاب. هلأ ما في كتاب ممنوع، كل الكتب كبشة زر هيك على الإنترنت موجودين، ما تشتروا ابدا ولا كتاب. كتب اوشو عليا مريم نور الصدقه، عليا بيس بيس بالانجليزي الصدقه، وراح احكي حكي كل ما بقعد ساعه هيدا كتاب، ساعتين هيدا كتابين. فاذا الكتاب اللي ما بينقال صمت العارفين، بتجوا على البيت وانتم بتشوفوا ما بينحكى الحقيقه، ما حدا بيقدر يقولها. كل اللي بتشوفون كتب ابراج وهي بتعمل برج مدري شو، هيك برج هيك، انا برج المسطول،
بدنا اياه. بيقروا مجلات اللي عليها هالصورة. قلت لهم هيدا اهضم شي عملتوها اذا عملتوا هيك صورة. مدري مين هو هالرئيس الجمهورية ما بعرف، بس مرق هيدا الكلب البقرة نعمة هو فاتح تمه سكوت نبير. كيف بيوقفوا؟ قال الواحد بيكون عم يحكي بيزقفوا اسكوت مهضومين. دخيلكم ضحكوا عليهم لانه المصيبة علماءكم شر علماء. مين بده يقعد على الكرسي؟ ولو امير بحذف الميم وكأس بحذف الالاف، يعني على شو متخانقين كلكم؟ كل واحد منا بدكم بس تعرفوا شو مين بده يجي مين بده يقعد. احترامي للحرامي صاحب المجد العصامي، ولكن نحن السبب. كل واحد يغير نفسه. لا يغير الله ما بقوم حتى نغير ما بأنفسنا. تقدر تجيب عسل صادق انت يكون عندك وحدة نحل لإلك. والنحلة كيف عرفوا واخذوا الإبر؟ من النحل. كان واحد يضل يوجع راسه وهو عنده منحلة، اجت هالنحلات وسطه. هاي من 200 سنة. قال راح الوجع. قال له أنا يا خي بس هاجموا علي النحلات كنت أعرج بطلت. وأنت كمان تعال نفكر ليش؟ ليك في واحد بالصين قال له شو بدك فيه؟ هيدي عند هاو الإسلام. الوضوء الأصغر الوضوء الأكبر. قال له تعال نتعلم منه. شو هيك بتعمل هيك هيك؟ جيبوا شوكة. وين عقصك نحلة؟ راح المرة عمل علم واخذ الابر. هيك طلع علم واخذ الابر. الوضوء الأصغر والوضوء الأكبر التيمم. نعم. بس بدك تدرس بجسمك هالنقاط كلها. هيلا شو هيلا شو قد بيقولوا اضربوهن نقطة اثنين ثلاثة حدا يكون يحبها ابنها جوزها خيها كله هون هالصندوق سر الأسرار. كيف هون كله كلكم فيكم تعملوها. كلكم بتلاقي في حرارة بإيديكم. فإذا بدنا ندرس هالمسارات بجسمنا. إذا ما درست ما بتعرف العسل وين بده يروح وين بده يجري. بينزل ومن تحت كسرية. نعم. وين بتحط العسل؟ بتدهنهم هون بتدهنهم على الوجع على الجرح. ما عندك عسل؟ عندك تمر. التمر تمرة هيك بس هيك تشوف الورقة الرقيقة اللي فيها. وين في عندك مرض حبة بتحطها؟ هلأ عم بيحتاروا الأطباء الأوادم وصار في كم واحد بلبنان وبقول لهم تعالوا نحكي. واحد قال لي يعني بخزق شهادتي كيف بدي اشتغل؟ انه انا طبيب والضمان وهيك وهيديك وهيديك وهيديك. عنده مرض هون كبير. قلت له اعطيك ديمسور اعطيك هيك اعطيك ام ام اس. وقال لي انا عندي طبيب جلدي بيشل لي اياه. حطهم هون. اميتنا كان في واحد عنده تلوله. وني؟ بالبزاق. بالتين. كلنا. التين اللي بعدها يابسه وفجه فيها حليب ابيض. شو في اخر شيء فات بيتمه لسيدنا محمد الحبيب؟ جابت المسواك من ريق عائشه بيتمه. ما شاركته بالعرق شاركته بالريق. سر كبير يا اخوتي بس ما بنقرا نحن. اقرا ايها العربي دخيلك كتاب واحد. قال له لي 50 سنة بقرا قران. قال له كم مره؟ قال له بعدني باول ايه. عشان هيك بلغها عيشها اختبرها. وانت قايد الكرسي
يا حبيب قلبي بكل لحظة رمضان، بكل لحظة يا قضاء، بكل لحظة نحن بالحج. خلي قلبك يمشي، تدخل من هون من الفكر الكافر الماكر الماهر هذا اللي بده يغلبنا. مش لهون، على القلب وعلى لب القلب جوا بتسمع يا حبيب قلبي بحكيك الوحي، ما بتصدقوا إلا إذا اختبرتوا. انتوا اختبروا، عملوا مرة إسراء ومعراج، وقت الواحد من الصحابة بدهم يقطعوا له إجره أنا وبالخشوع. أوت أوف بادي إكسبيرينس كثير بيعملوها، مثل أنا سواق السيارة، اسم من أسماء الإمام علي السائق، صلح لي هالسيارة. دهش أنا ما بقدر أقول لكم كيف عشت معه هيك. أسرار غريبة على الرجال، نور ساطع. قال لي رايح بدي أترك جسمي هونيك بنيويورك، تعي أنت بتستلمي. هلا أنا بالبرازيل، ما كان في أم موبايل وهيك، وصل على البيت، أنا بالبرازيل، بكرة تعي تخبرك. خطوة خطوة. فإذا هالسر لحو فينا نحن، الخفايا بأسرارك أنت، أنت سر الله في الدنيا وفي الآخرة.